بنحاول نتلمس المناطق الكبيرة اللي موجودة عندنا. يعني ربما هذا الفكر ما نحتاجش إن إحنا يعني نتفاعل بعض المناطق المضيئة دي، لأن في حس استجمام في أوقات كثيرة من الرياضة. وإن كان الفيلم في حد ذاته فيلم محير، من الصعب إن الواحد يدخل في الأحكام بعد شخصية البشر. ففي كثير من الجوانب لابد إن الواحد يفكر فيها بشكل مثالي قبل ما يحكم على هذا الفيلم بالإيجاد أو بالسلب. كان بالنسبة للفيلم ده إحنا بنتفرج عليه فيلم العلم الأكاديمي هيعلم مجلس علم السلبي، وقد كثير من أي فيلم أي مخرج وعمره بيسمع فيلم يبقى في ذهنه مين المجموع اللي هيتفرج على هذا الفيلم. بعض الملاحظات هنا يعني طبعا واضح ان هو استخدم المؤثرات الصوتيه، وفي ربما نوع من الاسراف في استخدام الاغاني كمؤثر صوتي اكثر من ان يكون لي ضروره حقيقيه داخل العمل. يعني ربما في الغرب او في الاتحاد السوفيتي ممكن يشعروا بان الاذان ده اقرب ما يكون للقدر، اقرب ما يكون للصوت او لنوع ما من الحتميه اللي بتعامل المدينه كلها. لكن هو في النهايه بالنسبه للودن المصريه وبالنسبه للعيمه المصريه بيبدو ان هناك مغالاه في استخدام الاذان.